تدبر، مقام مقام سكينة، مقام مقام كما جاء في الحديث تذكر هادم اللذات، مقام اللي تعلمناه من والدينا مقام تسامح، كيف لا ونحن أمام قامة من القامات الوطنية الحقيقية، عمي رابح بفنه الوطني بفنه الملتزم الذي لم يغني يوما من الأيام للبوليدة، ولم يغني يوما من الأيام للوسط، ولم يغني يوما من الأيام للشرق، ولم يغني يوما من الأيام للغرب، ولم يغني يوما من الأيام للجنوب، وإنما عندما كان يغني كان يحقق الوحدة الوطنية بكل معانيها وبكل جهات الوطن دون تمييز لجهة عن جهة. فبمثل هؤلاء يجب أن يحتفي الجزائري وأن تكون لهم قدوة، قدوة في العلم وقدوة في الدين وقدوة في السياسة وقدوة في الثقافة وقدوة في الفن. فإذا كان هناك قدوة في الفن فأحد أعمدتها عمي رابح رحمة الله عليه، أكرمه الله بالوفاة يوم الجمعة، تقبل الله في الصالحين، وعزي فيه الأمة الجزائرية جمعاء، وعزي فيه الوحدة الوطنية. في أي مناسبة نقول إن لله وإن إليه راجعون، ونقول الله أكبر، ونقول ربي يرحمه ويوسع عليه. طبعا رابح دلياسة ربي يرحمه ما كاش الكلمات ما تنجمش تلقى الكلمات اللي توفي باش تقول على هذا القامة الفنية وعلى هذا الرجل، رجل ثقافة. أنا عرفته أكثر من 30 سنة من اللي عرفته، لكن في السنوات الأخيرة تعاملنا مع بعض، كان رئيس لجنة في الحان وشباب، رئيس الجوري تاع الحان وشباب، وتعرفت على شو نقول لك، مشي بحر سي نوسيون من الثقافة، كان كاتب كما قلت، ولا كملحن، ولا كمؤدي، كان سفير الأغنية الجزائرية في الخارج في السنوات السبعينات في المشرق. لما تروح للمشرق ولا تروح للمغرب ولا تروح لأي مكان في العالم، لما تسألهم على الجزائر يقول لك رابح دلياسة. فهو كان سفير الجزائر ثقافيا وفنيا، وكان رسام جميل، هو قلبه جميل وعقله جميل وفكره جميل، وكان إنسان حتى في السنوات سن 80 وسن 90 كان إنسان يحترم الوقت، لما يجي للستيج يجي في الوقت ويجي لابس وذاك لو كوستيم وذاك لو بارفان وذاك الحطة، سي موديل دوم كولتور الجيريان، رجل الثقافة الجزائري الرائع اللي يكون فريمون قدوة لكل المثقفين في الجزائر وقدرة لكل الفنانين في الجزائر، وربي يرحمه وإن شاء الله يكون من أهل الجنة، وهذا وش نطلب له سبحانه وتعالى. شكرا لك يا رحمه الله. وهو يعني قامة من قامات الفن والثقافة بصفة عامة، اليوم فقدناه، ولكن عمله يخليه يبقى معنا ويخليه يعطينا الفائدة اللي هو كان نواها باش يعطيها لنا الجزائريين كلهم. آخر عمل تاعو ما نتكلمش على النجومية اللي وصل لها من خلال أغاني الجمعة القطبية وغيرهم، اللي وصل لها أنا جزائري، هذيك الأخيرة ربما للتلفزيون العمومي، هذيك أنا نقولها أنا اللي درت مع السفقة، وقال لي في الأخير دير لي مجانا، هذه نهديها للتلفزيون. احنا ما تكلمناش كاع على الدراهم، جاء وبدا يخدم مدة شهرين ولا ثلاثة، ومشى لفرنسا وسجلها في الاستوديوهات وكذا، ولكن في الأخير قال لي أنا ما ناخذش، لا قال لي ما عندهاش معنى، والمعنى الأساسية هي مجانا، وهذه أنا جزائري فاتتني. واش نقدر نقول عليه كذلك، يعني هو كان يحب الشباب دائما، وبقى هو شاب حتى الأخير، بقى شاب حتى في الأيام الأخيرة، ويذكر كل يذكر الألحان، يذكر خاصة الرسالة اللي مدها للشبيبة، والرسالة الثقافية اللي لازم الجمهور كل يفهمها ويزيد يعطيها للمستقبل. الشيء اللي نعرفه عليه كذلك هو الرسالة اللي حب يمدها الجزائري هي الوحدة، هي التضامن بين الناس، هي
الوحدة الوطنية، هو هذه هي العمل تاعو دائما، وهذا هو اللي يبقى من بعد وفاته كما اليوم، ولكن يبقى شيء حاجة بحد ياسر، اسم كبير جدا، ومازال في المستقبل ان شاء الله تكتب له كتب ويزيد يسجل اسمه اكثر باش نولوا نعرفوه اكثر. جامعته في الحقيقة كانت كلها تهدف الى تأسيس الوحدة الوطنية وتنوير فئة الشباب إلى ما هو يعني خدمة الوطن والأمة العربية والإسلامية. كل إسهاماته الفنية تعتبر كلها برامج فكرية ودينية ومجتمعية. بهذه المناسبة يعني أنا أولا حزين على فقدان هذا الرجل العظيم، ولكن شرف لي أنني نشتغل في ولاية البوليدة. لولا وجودك يعني في هذه الولاية لما كانت عندي الحظ نحضر هذه الجنازة، نعتبر نفسي محظوظ كثير وانا نحضر هذه الجنازة. فهذه المناسبة باسمي الخاص وباسم يعني إطارات الولاية وباسمي نسمح لنفسي باسم سكان الولاية باش نقدم كل التعازي القلبية لعائلة الفقيد، ونقول لهم بلي ماهوش فقيد العائلة فقط بل هو فقيد الجزائر. نعم الجار اللي كان أعطانا صورة ودرس في النضال، في الوطنية، في حب الوطن، في جمع الجزائريين. احنا نتمنوا وحنا الله يرحمه نتمنوا الجنة في رفقة الشهداء إن شاء الله. الله يعطي الصبر للعائلة تاعو ويعطي كل العائلة البوليدية عائلة فنية وكل الوطن. احنا نفتقدوا قام وقامة ولاية بوليدة، ندعو له الله يرحمه والله يرحمه عمي رابح. وندعو له بالرحمة وندعو لعائلته بالصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. خلف ما يموت، اللي خلف ما يموت، بمعنى اللي خلف واش خلف درياسة. درياسة عنده كما قلت تراث كبير جدا، عنده يعني عنده أولاد، عنده أصدقاء في كل الجزائر. إذا فهذو كلهم من إنتاج درياسة. إذا فخلف هؤلاء الناس ويبقى اسمه عاليا، اسمه مدويا في التاريخ، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. إذا بهذه المناسبة الأليمة التي ألمت بكافة الأسرة الجزائرية، فنقول رحم الله الفقيد وإن لله وإني راجعون. وهو فعلا وقام من قامات الجزائر الذي يعني لم يبخل من عطائه الفني طيلة مشواره، حيث وصل صداه إلى ما وراء الجزائر، إلى كافة العالم الإسلامي وإلى مختلف الدول العربية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول سبحانه وتعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نحن في هذه الساعة نودع الفنان الأستاذ رابح درياسة رحمه الله، وأسكن الله فسيح جنانه، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الرجل المحبوب في الساحة الجزائرية بشجاعته وبحبه لوطنه، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتغمده برحمته الواسعة، إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أصله بماء وثلج وبرد، اللهم اجعله من التوابين واجعله من المتطهرين، اللهم أبدل له دارا خير من داره وأهلا خير من أهله، وأكمل نزوله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عظم الله أجر الجميع، والسلام عليكم.